بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على النبي محمد وآله الطيبين الأطهار. درسنا لهذا اليوم الصف الثالث الابتدائي، المادة الرياضيات، الفصل السابع، الكسور. أولا مضاعفات كسور الوحدة. من خلال هذا الدرس سنحصل على النتاجات التعليمية، نعرف أجزاء الكسر، البسط، المقام، وخط الكسر. نستنتج أن البسط هو الأجزاء الملونة، نستنتج أن المقام هو جميع الأجزاء، نقرأ الكسر قراءة صحيحة، ثم نطبق ما تعلمناه في حل التمارين. عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة، من خلال هذه الصورة نشاهد أن الكسور هو تطبيق يومي في حياتنا، من خلال تقطيع البيتزا أو الحلوى إلى قطع متساوية. أما اليوم فنستخدم هذا التطبيق في درس الرياضيات. موضوعنا الأول هو مضاعفات كسور الوحدة. أكلت ميسون 5 أجزاء من فطيرة مقسمة إلى 8 أجزاء متساوية. ما الكسر الذي يمثل ما أكلته ميسون؟ هنا يجب أن تكون الأجزاء متساوية عند تكوين أي كسر. يخبرنا الكتاب أنه يمكن أن يمثل الكسر أكثر من جزء واحد، وهذا ما حدث حيث أن ميسون أكلت 5 أجزاء. سنمثل هذا الكسر بشكل هندسي دائري، حيث قسمنا الفطيرة أو الشكل الهندسي الدائري إلى 8 أجزاء متساوية، ثم لونا ما أكلته ميسون باللون الأزرق، فأصبح لدينا 5 أجزاء ملونة، وضعناها في أعلى خط الكسر، وأخذنا جميع الأجزاء ووضعناها في أسفل خط الكسر، فأصبح لدينا كسراً يمثل ما أكلته ميسون، ونقرأه بهذه الطريقة: 5 على 8، أو يقرأ هذا الكسر 5 أثمان. إذن أكلت ميسون 5 أثمان الفطيرة. عزيزتي التلميذة، عزيزي التلميذ، يسمى العدد الذي فوق خط الكسر بسطا. أحسنتم. إذن رقم 5 يمثل لنا بسط الكسر، ويسمى العدد الذي تحته مقاما. إذن رقم 8 يمثل لنا المقام. مثال: ما الكسر الذي تمثله الدوائر الملونة؟ تعلمنا سابقا أن الأجزاء الملونة تكون في أعلى خط الكسر. إذن لدينا هنا 4 دوائر ملونة في أعلى خط الكسر، أما أسفل خط الكسر فيكون جميع الأجزاء. إذن الدوائر الملونة وغير الملونة، فيصبح لدينا كسرا يقرأ 4 على 9، أو يقرأ 4 أجزاء. وصلنا إلى فقرة أتأكد. أقرأ الكسر الذي يمثله الجزء الملون وأكتبه. شكلي الأول المقسم إلى أجزاء متساوية. ننظر هنا كم جزء ملون. لدينا هنا 3 أجزاء ملونة، نضعها في البسط. أحسنتم. أما المقام فيكون جميع الأجزاء، ويصبح لدينا الكسر الجديد هو 3 على 5. ثانيا، شكلنا الآخر المقسم. ننظر أولا إلى الأجزاء الملونة. كم جزء لدينا ملون؟ أحسنتم، 2، نضعه في البسط. أما جميع الأجزاء فنضعها في المقام، فيصبح لدينا كسرا جديدا نقرأه 2 على 6. ثالثا، كم جزء ملون لدينا؟ أحسنتم،
وجميع الأجزاء ليصبح لدينا كسرا جديدا يقرأ 5/8. فقرت أتحدث على ماذا يدل كل من العدد العلوي والعدد السفلي في الكسر. أوضح إجابتي. العدد العلوي يمثل أحسنتم يمثل البسط. إذن رقم 3 و2 و5 يمثل البسط، والعدد السفلي يمثل أحسنتم يمثل المقام. إذن رقم 5 و6 و8 يمثل البسط. فقرة أحل. اقرأ الكسر الذي يمثله الجزء الملون وأكتبه. وصلنا إلى التمرين الرابع. لدينا شكل هندسي مقسم إلى أجزاء متساوية. ننظر إلى الأجزاء. لدينا هنا 1 2، أحسنتم. نضعها في البسط، وجميع الأجزاء نضعها في المقام، فيصبح لدينا الكسر 2/6. أيضا يسمى سدسين، أحسنتم. خامسا، لدينا شكل. ننظر إلى الأجزاء الملونة. كم جزء ملون؟ أحسنتم، 4 نضعها في، أحسنتم، البسط، فيصبح لدينا الكسر 4/5، أحسنتم. يقرأ أيضا 4 أخماس. سادسا، كم جزءا ملونا لدينا؟ أحسنتم، إنها 7، 7/9، أحسنتم، 7/9، وتقرأ أيضا 7 أجزاء. وصلنا إلى سابعا، كم جزءا ملونا لدينا؟ أحسنتم، إنها 3، وجميع الأجزاء، فيصبح لدينا الكسر 3/10، ويسمى أيضا 3 أعشار. ثامنا، في الحديقة 8 عصافير، طار منها 6 عصافير، ما الكسر الذي تمثله العصافير التي طارت؟ 8 عصافير هي المجموعة الكاملة. التي طارت منها الجزء هي 6 عصافير. إذن كيف نكتب الكسر عزيزي التلميذ عزيزتي التلميذة؟ أين نضع 8 بسط أم مقاما؟ وأين نضع 6 بسط أم مقاما؟ أحسنتم، يصبح لدينا الكسر 6/8، أحسنتم. فقرة أفكر. كتب أحمد الكسر الذي يمثله النموذج التالي. فلننظر إلى النموذج. فيه جزءان ملونان و5 أجزاء مجموع الكلي. إذن أين نضع الجزءان الملونان؟ وضع أحمد الجزءان الملونان في المقام في أسفل الكسر. هل هذا صحيح؟ لا، إنه غير صحيح. نضع 2 في البسط، أحسنتم، وجميع الأجزاء نضعها في المقام، ويصبح لدينا الكسر الصحيح 2/5. شكرا فراشاتي الجميلات لحسن إصغائكم.